اسمه إيتان ديشون من قوات النخبة في جيفاتي. اسمه أيضا إيتان بروشي الطالب في المدرسة الدينية هيشيفايسدر يورشام التي تأسست في عام 1993 وفيها اليوم 220 طالبا يدرسون على أعلى مستويات جمارة. الطالب الذي يحفظ التلمود وقرر أن يترك دراسته ويتجه إلى الحرب وهي مهمة غير مطلوبة إلا بنبوءة أو من خلف المسيح فقط، لكن القرار بأن النصر قائم في قتل السنوار بأربعين يوما أو في حدود الأربعين يوما، لكن هذه النبوءة الحاخامية سقطت. لقد فشل التلمود في مواجهة حماس، يصعب على أبناء التلمود قول ذلك، وهم الذين انتهجوا يوميا الدراسة المكثفة للتلمود إيون والعميقة بيكيات وأيضا الفلسفة الحسيدية، وكل يوم من الساعة 8:30 وإلى الساعة 1:00 ظهرا مع جيمرا إيون والمشنا على الساعة 3:00 ظهرا والمشمور إلى أعماق الليل، وتبدأ شاشريت مع الساعة 6:30 صباحا. بسقوط هؤلاء يظهر أن الوعد اختلف. بسقوط مثل هؤلاء يظهر أن الوعد اختلف. وقد ترك الآلاف من قوات الاحتياط ومن الحسيديين أي مأمورية اليوم في غزة. تقول نيوزويك: لأن الوعد لم يتحقق. لقد أخذوا على أنفسهم أن يكون وعد الأربعين يوما منذ 7 أكتوبر تشرين، والآن بينكفير يقول: ما بعد بداية الغزو البري هناك يبدأ العد. كل الحاخامات مع الحرب، والفشل الآن يسود كل هذه الأوساط. لقد كان السنوار فوق الأرض ويجب أن يكون لننتصر عليه بالوصول إليه. هذه التفاسير التلمودية تسود الآن 100,000 من الجنود المنتشرين في غزة، وقد تركوا وعدا في الشمال إلى الجنوب، وحاليا الجبهتان مشتعلتان، لكن مع ذلك يبقى الوضع صعبا على الطرفين معا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. سقوط هذا الضابط في جبهتي اختلف عن كل ما سبق، والاعتراف بأنه قتل هذا يزيد الأمر سوءا، لأننا أمام نبوءة اليوم يطعن فيها بطريقة أو بأخرى. لماذا تسريب هذا الموت رغم أن العشرات من الموتى وفقط في 24 ساعة الأخيرة وقبل الهدنة المرتقبة كان هناك إيضاح بعدد من سقط صبيحة ومسيا، وهذا كله من أجل تأكيد شيء واحد: إن الوعد الأربعينية، وعد الأربعينية هذا في قضية السنوار وأيضا الاجتهاد التلمودي بخصوصه والحسابات هذه الرقمية وغيرها، كل هذا انتهى. ولذلك فنتنياهو يلعب آخر ورقة، أمان تلعب آخر ورقة، أيضا بالنسبة للمساعدين والمستشارين الأمريكيين الذين كان لهم وعد بأن بايدن يسمع جيدا. هؤلاء الحاخامات يعتقدون بذلك تماما. بايدن يعترف وهو في أواخر عمره أنه لا يلتزم إلا إن كان قد قالها حاخام مثلا، لكن كل هذا فشل. هل لأن السنوار ليس فوق الأرض؟ هل لعدم وصول المصاد الإسرائيلي إلى أغلب القادة مثلا؟ هذا كله لا يساوي شيء إلا أمام السين والنون والراء. هذا الإطار الرقمي الذي عمل عليه الكثيرون والحاخامات وأجمعوا عليه، رأوا أن في حدود 40 يوما يجب أن يكون السنوار قد انتهى. فهل الأمر مع 7 أكتوبر أم بداية الغزو البري أم هذه التأويلات المختلفة؟ كل هذا
يعيشه اليوم الإسرائيلي المتدين بصعوبة كبيرة، لأن هناك اليوم قوانين على الأرض تمشي بعيدا نحو صمود شعب اعتدي عليه، والأمر لا يتعلق إلا بفلسطين. فلسطين هذه ليست غزة فقط، فلسطين هذه ليست أبدا جزءا مما يرغب أن ينظره العالم. غزة بهذا التدقيق يجب أن يكون الحل ليس في غزة، وإنما في الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا ما ينادي به الجميع. طرف آخر من العالم له عقيدة في القدس وله أكثر من وعد أيضا، لذلك فمسألة إعلان مثل هذه اللحظة على التلموديين فكأن الوضع صعب جدا، وأمام سقوط طلبة حسيديين الآن في قلب الجيش، وهذا لم يكن مسبوقا، هذا كله يعطي أزمة أخرى أمام الفكرة الدينية عموما وأمام الفكرة الصهيونية اليهودية. إذن هناك صعوبة كبيرة للغاية يحاول الجميع الآن تجاوزها وإعادة تأويلها والقول أن هذه ليست الفرصة الحاسمة، ولذلك فالكل ينتظر هذا الموعد الكبير الذي لن يأتي إلا من خلف نبي أو من خلف المسيح حصرا كما تقول هذه النبوءة التوراتية. على أي اليوم السنوار وتحت الأرض خلق إشكالا حقيقيا أمام المتدينين من طلاب يحاولون أن لا يقعوا أولا في هذه الخنادق لأنهم إن ساروا عليه وإن تم التصفية فلن تكون تحت الأرض، يجب أن تكون فوقها، إلى آخر هذه التفاصيل الشديدة الآن، والتي يتضح من خلالها أن نبوءة كانت خلف هذه المواجهة نبوءة دينية أيا كانت الرؤية التي ينظر منها الحاخامات. فالكل يرى أن الوعد الأول الذي قطع للدولة اليهودية ليس هو أبداً أراضي التي هجمت. غلاف غزة الآن، هل الدولة اليهودية المقصودة والتي لا تتجاوز شرعيتها ما كان في 1881؟ إذا لدينا هذه الشرعية الأولى، هناك شرعية ثانية هي شرعية ما بعد 1948، وهناك شرعية ثالثة يعتقدها البعض مع المستوطنين وأيضا لهم حاخاماتهم، وهناك الرؤية الأخرى لحاخامات الفرات والنيل. إذن هناك أكثر من توجه، وهناك أيضا ناتوري كارتا. هذا يعني أننا نتحدث عن حراس حقيقيين لألا يكون تحت أي ظرف دفع لصناعة شيء لا يريده الرب. إذن الأمر هنا صعب جدا، وبالنسبة لسقوط النبوءة الآن هذا هو الشيء الذي يضعنا أمام أسئلة عديدة مع سقوط ضابط ومتقدم وحافظ للتلمود بشكل كامل وأيضا من أبرز طلبة مدرسة دينية وحسيدي. إذن أمامنا هذا التصور الذي يجعل من عدم الوصول إلى السنوار في 40 يوما فشلا دينيا ونبوءة فاسدة. كل هذا يحاول من خلاله الآن الإسرائيلي الذهاب نحو هدنة بعد مرور 40 يوما، لأن هناك أساساً اعتبارات كثيرة يعمل عليها الآن هؤلاء الذين يقاتلون في غزة، فمن خلفهم رؤية ومن خلفهم إيمان بحاخاماتهم، لذلك فالمسألة مختلفة عما سبق من كل الحروب. كل الحروب لم يعطلها الوجه الديني الذي أعطي لهذه الحرب، لأن المسألة الآن أصبحت حول شرعية 48 عموما، أم هي هذه شرعية دولية؟ يمكن أن نقول ذلك، لكن الشرعية الأساسية
والتي كان فيها توافق ومع الإنشاء هو قرار 181، وكل الذي جرى عليه الحال الآن أنه غير شرعي أو شرعي عند هؤلاء. أيضا يطرح سؤال مباشر، أين ستقف هذه الدولة؟ أين الأراضي الشرعية لهذه الدولة؟ كل هذا يطرحه الحاخامات اليوم عكس ما كان سالفا. فهناك يهودية صهيونية تذهب أبعد نحو غزة وما يتجاوز غزة، وهناك من لا يرغب في ذلك كله، وهناك من هم وسط ما بين الرؤيتين. وفي كل الأحوال فإن نبوءة أخطأت الإصابة عندما ذكرت السين والنون والراء، وأمامنا هذا التعبير الرقمي التوراتي أيضا. إذن هذا كل ما يمكن نقله أمام سقوط ضابط طالب حافظ للتلموذ، وقد كان في جنازته مختلفا عن كل الذي سبق، وسمحت الدولة لوسائل الإعلام بنقل هذه المواصفات بشكل كامل لنوضح لماذا تحديدا كان نقل هذا البعد في موت هذا الشخص لسبب رئيس، لأن هذه رسالة من نتنياهو لبعض الحاخامات، حاخامات الجمارات. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.